هيدا أهم جزء بالمتحف، بسموه معرض الأيادي المقطوعة. شو يعني؟ يعني هيدي الإيد اللي قدامكم هي إيد الفساد، الإيد اللي دفعت مصاري ورشيت الناس كرمال تحقق مصالحها على مصالح الشعب. انحكم عليها بالقطع سنة 2019. الإيد الثانية هيدي إيد السرقة، الإيد اللي سرقت الأملاك العامة، الأملاك البحرية، وكمان انحكم عليها بالقطع سنة 2019. هيدي الإيد اللي قطعت باقي الإيدين، هيدي الإيد اللي ردت اعتبار لشعب شاش لوصي الأكل ما عنده انطفر وناضل وراح منه شهر دم عبود مش رح يروح حدا. استاذ عمر لازم نمشي هلأ تنلحق المترو. يلا صار لازم نمشي. جد شو عم تعمل؟ تعال هون.